الباتون ساليه كيلو دقيق، نص كيلو دقيق انا اسفه، عليه ربع كيلو زبده، عليه 4 صفار بيض، مش صفار كامل، مش بيض كامل، مش بيض كامل. ليه؟ عشان انا عايزاه يبقى دسم، ومش عايزاه يبقى ناشف بيقرش زي البقسماط، لا عايزاه يدوب في البق. فبستخدم صفار البيض بس، معلقه من الكمون او السمسم او حبه البركه او الجبنه الرومي حسب الطعم اللي انتوا عايزين تعملوه. ينفع طبعا تدخلوا له بذر الكتان، جنين القمح، ايا كان. وعندي معلقه كبيره من الخميره، رشه ملح، ومعلقه كبيره من السكر. يبقى نص كيلو الدقيق، عليهم رشه الملح، عليهم السكر، عليهم الخميره، في العجان هنزل عليهم صفار البيض واشغل وابتدي انزل الزبده مكعب مكعب. بسم الله، انزل بقى هنا الزبده مكعب مكعب على نص كيلو الدقيق، عليهم 4 صفار بيض، معلقه من الخميره، رشه ملح، معلقه من السكر، هنزل عليهم بربع كيلو من الزبده مكعب مكعب. بصوا اهو، انا لو مسكته كده بايدي هو بيمسك اهو، لكن انا هديله معلقتين ميه فقط لا غير، اللي هو ايه، الم بيهم العجين، فقط معلقتين يعني مش اكتر من كده. والعجانه شغاله اهي، معلقه معلقة تانية، بس كده معلقتين مية بالعدد، معلقتين مية بالعدد. ده بقى مش هيتعجن، يا دوبك لم مع بعضه كده اقول له شكرا. اقول له شكرا اهو، بصوا اهي، بصوا العجينة اهي، شايفين العجينة عاملة ازاي؟ اهو عجينة زي عجينة في الشبه، يعني في الشكل كده زي عجينة التارت. احنا حاطين له خميرة، فالمفروض بقى ان انا اسيبه اغطيه واسيبه يخمر، وبعدين بعد ما بيخمر بقوم مدخلاه التلاجة شوية. العجينة مسكت نفسها والزبدة اللي جواها، لانها كمية كبيرة مش قليلة، نص كمية الدقيق، مسكت نفسها وسقعت، ابتدي اشكل فيه. هيبقى اسهل كتير لما اجي اشكله، مش هيفضل يفرول مني ويضايقني. تاني حاجه، لما يخش الفرن وهو ساقع هيبقى نتيجته احسن بكتير، وده لاي عجينه فيها كميه زبده كبيره، زي الكوكيز، زي البيتي فور، التارت، الحاجات دي. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنشكله. هنا انا حطيت كمون جوه العجينه، يعني واحنا بنعجن حطيت الكمون جوه العجينه اهو. ممكن تعملوا كده، وممكن تسيبوا الطبقه اللي بره زي ما انتوا عايزين، براحتكم. وبعدين ادهن كده زيت، واجيب على الوش الكمون اول اي حاجه، وتقدروا تحطوا جوه العجينه زي ما احنا عملنا قبل الهوا هنا. الشباب ربنا يديهم الصحه حطوا لنا كمون جوه العجينه، براحتكم خالص. وهدخله الفرن اعلى درجه حراره، فرن سخن قبل ما ادخل الباتون ساليه. الشوايه شغاله والمروحه شغاله اذا موجوده، المده مش هتزيد عن دقائق. الباتون ساليه بالذات مش هيزيد عن دقائق، اول ما الاقيه اخذ اللون من فوق ومن تحت هطلعه على طول من الفرن.